حضرتك تعرفني لنفسك الاول؟ اتفضل يا باشا. تعرفني لنفسك؟ معاك عادل يونس ولي امر امير عادل افندي. مدرسة الشروق هنا اول يوم بدخله هنا. حضرتك جاي النهارده اول يوم سكنه يعني اشوف فصله واعرف مكانه ويتوزع يعني. ده اول يوم ليه هو؟ اول يوم سنه اولى اعدادي؟ اولى اعدادي. حضرتك متعود كل سنه توديه حضرتك المدرسه وتجيبه لما تبيع الفرصه بتتظهر فرصه بنوديه غير كده بيمشي مع زمايله. حضرتك مطمن النهارده وانت جاي في المدرسه مطمن عليه؟ مطمن طبعا مفيش اي مشاكل بس المدرسه هنا. ايه بقى الشكوى اللي انت مدرسه هنا بالنسبه لوضع الكوبري ده؟ عايز برضه ناحيه امنيه من ناحيه فوق. بالنسبه يعني ده يعني ده كوبري ده ايه؟ الكوبري ده بالنسبه للكوبري معدي على اسمه غلاف. اسمه غلاف اترمى من عليه حاجات من فوق هناك. فبرضه مكان زي ده بيجمع عدد من التلاميذ كتير جدا. محتاج من الناحيه الامنيه نعدي بواقف. يعني انت دلوقتي عايز مثلا اي نقطه شرطيه سور اعلى من كده شويه وحاجه متامنه؟ خالص ده الجزء ده كله. كل ده بيبقى طبعا كل ده طلب لمنع الحوادث او اي حد يرمى اي حاجه. لو حد رمى اي حاجه او استهدف مدرسه زي كده. وعملنا الحوادث وعملنا الاطفال. بس الى جانب كده برضه شايف الزحمه في الدخول والخروج. يبقى في فاصل ساعه مثلا بين دخول اللي هي الفتره الصباحيه والفتره المسائيه. ايه الشكاوى تاني؟ الشكوى تاني اللي انت شايفها؟ برضه محتاجه شرطه هنا تقف. يعني انت بتطالب بالشرطه هنا؟ شرطه تقف هنا تامن الناس دي تامن الطلبه. تامن طبعا شركات البنات ومشاغبات العيال مع بعضها. مشاغبات العيال مع بعضها. العيال وهي طالعه وهي داخله. تفهم بقى الناحيه الامنيه. يعني عايز عرب الشرطه؟ عايز وضع شرطي هنا. انت عايز عرب الشرطه؟ اي حاجه امنيه تقف هنا في خلال فتره المدرسه. لغايه لما يتم تسكين العيال في الدخول وفي الخروج. الكوبري ده برضه معرضنا لمشاكل. مهم جدا ان يبقى فيه خدمه في الساعات بتاعت المدرسه. من 6 صباحا لغايه المدرسه دي اما تقفل. يعني اذا نقول الوضع الامني دلوقتي غير مستقر في المدارس. طبعا احنا هنبقى نقول ايه خليها على الله ماشي. بس برضه نأمن نفسنا. نأمن مكان زي ده يتقفل من فوق خالص. طب بالنسبه في شكاوي دلوقتي من اولياء الامور. اولياء الامور واقفين اهو حضرتك. انت يا ست بتشتكي بتقولي دلوقتي في شباب بتقف هنا وعيال صغيره بيجوا يسكوا مطاوي للعيال الصغيره وبيعدوا البنات. حضرتك بص فيه هنا عيال صغيره كمان بيمسكوا مطاوي وبيبقوا ماسكين العيال صغيره. انت جايبه بنتك ولا ابنك؟ ابني لسه مدخلاه. بس انا كنت راجعه لبنتي في المدرسه الثانيه عشان كنت خايفه دخلتني هنا. الشباب واقفين بالمطاوي وبيعكسوا البنات وحاطفوا بالتوت وهنا اشغال كتير في الشارع عملوا مشاكل. طب في دلوقتي بعض الشباب بيقول لي انا احنا جايين ده انا اللي بحكي. كمان ارجع ورا انا بقى لي هنا ده شاب. انت من هنا؟ المدرسه دي كانت بتاعت الابتداء ودي كانت بتاعت الاعداد. خلصت يعني؟ خلصت الحمد لله. طيب قول لي دلوقتي في دلوقتي في اولياء الامور بيشتكوا دلوقتي من في بعض الشباب. ايوه بيعملوا حاجات في البنات. انتوا بتقفوا هنا عشان تساعدوهم؟ عشان نساعد البنات. لا انا عايز صراحه اسمعني. لا مش احنا مش احنا انا بعد احنا اللي طلعنا انت عندك بنت كده في المدرسه؟ تعالى يا معلم صور قدام شويه. يا عم ثواني عليك اخلص بس. هيرزوك العيال. انا اخدت مراتي دي انا بس صورتك في المدارس هنا. ابني طالع من سنه سته من هنا. انا عايز طلبه. في طلبه هنا؟ كان ممكن نحترم بعض شوية. ممكن نحترم بعض شوية. صور كده. سنة كام؟
دخلت اعدادي؟ اه. ايه اللي بتشوفه غلط هنا ومش عايزه يتكرر تاني؟ ده غلط يا شيخ. ده غلط يا شيخ. تعالى يا حاج. انت بقالك كام سنه هنا؟ انا بين هنا 25 سنه هنا. هو فعلا انت بتاع اللي انت بتشوفه ده عشان انت اللي هتقول الحقيقه. انا؟ اه انت اللي هتقول. بالله عليك لا تقول. انا شوف الشباب عاوزه توعيه شويه. اه الشباب دي لها عاوزه توعيه شويه. اه عاوزه اداره حلوه، عاوزه مدرسين كويسين يوعوهم. يقولوا من الصح يقولوا من الغلط. ايه اللي انت بتشوفه غلط؟ ايه اللي انت بتشوفه غلط؟ اللي بيحصل هنا قدام المدرسه. السبان بتاعته في البنات. اول ما تاول ثواني ثواني. انت عايز امن هنا يا حاج؟ بتطالب بعربيه امن شرطه هنا؟ اه عربيه امن. لا 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 يا حبيبي عشان